نشرت وزارة الداخلية اليوم الأحد فيديو للحظة القبض على المتهمين في واقعة مصرع ثلاثة أطفال وإلقاء جثتهم بجوار فندق شهير بمنطقة المريوطية، ومن بين المتهمين الأم وصديقتها. جريمة هزت الرأي العام واستفزت مشاعر المواطنين مع مصاحبها من بث أخبار مغلوطة دون سند حقيقي عن أن دافعها سرقة أعضاء بشرية، وحديث عن حريق في إحدى دور رعاية الأيتام، ثلاثة جثث محروقة ملقاة بتقاطع شارع الثلاثيني مع المريوطية بالطالبية بالجيزة في وقت كان فيه فريق البحث المشكل من قطاعات الأمن العام والوطني والجيزة يعمل على كشف ملابسات هذه الواقعة بعيدا عن ضجيج التصريحات. أول الخيط كانت مشاهدة لتوك توك تستقله سيدتان وفتاة قام بإلقاء هذه الجثث في الشارع. بتتبع الخيط وسؤال سائق التوك توك أمكن التوصل لمكان سكن السيدتين، وهنا بدأت الحقائق تظهر عكس ما تم الترويج له. أم الأطفال الثلاثة والتي كانت مقيمة مع صديقة لها وراء الواقعة خوفا من المساءلة بعد اختناق الأطفال إثر حريق نشب بغرفتهم في غياب السيدتين. طفشت من أهلي من 15 سنة، سبتهم ورجيت مصر، عملت علاقات مع رجالة جبت منهم الثلاث أطفال دول، جوزت واحد من شبرمان كتبهم باسمي، برضو طفشت منه بسوء معاملته ليا، نزل رجعت نزلت المحلات تاني، اتعرفت على صاف محل قالت لي تعالي عيشي معايا بدل ما انت في الشارع بعيالك، قلت لها ماشي، رحت عشت معاها وقعدت معاها انا وعيالي، وانا قبل ما انزل الشغل بروح قافل على عيالي الاوضه عشان ابني محمد شقي، بقفل عليهم الباب بالمفتاح وبنزل شغل، باجي تاني يوم الصبح جينا يوم الحادث، نزلنا سوا انا وهي، جينا تاني يوم الظهر لقينا دخلنا من حلق الباب من فوق، فتحنا على العيال لقينا الاوضه معبقه دخان والعيال ميتين في الارض. قالت لي انا هتحصل لي مشكله وهتحبس وانت كمان معايا لان انت مسؤوله. قلت لها طب نعمل ايه؟ قالت لي انا هاخد عيالي وهلفهم وهاخد المصيبه دي عنك وامشي. لفينا العيال في ملايات وبطاطين، وبعد كده رحنا حطيناهم في اكياس وهي نزلت، بعد ما لفيناهم وحطيناهم في اكياس ورحنا لفيناهم في سجاد وموكيت وبطاطين، راحت نازله جايبه توك توك، راحت هي شايله محمد واسامه ونزلنا وحطيتهم في التوك توك. لما حطيتهم فارس انا شلته ونزلته تحت، رحنا محملين العيال في التوك توك ورحنا رامينهم على الرصيف على المرضيه خوفا من المسؤوليه عشان ما يتعملش محضر اهمال الخوف، رميناهم وسبناهم وكل واحد مننا هرب راح في ناحيه. بالقبض على الفاعلين والاعترافات التفصيلية يزدى الستار عن القضية التي يحاول البعض التشكيك فيما جاء بها من حقائق تدين الأم التي تخلت عن إنسانيتها ومشاعر أمومتها ولم تبدي ندما على فقد أبنائها وتخلصها منهم بهذا الشكل اللا أدمي، وتفنيد المزاعم التي تحدثت عن قتل لسرقة الأعضاء وتؤكد ضرورة تحري الدقة تحقيقا للصالح العام.